ماشي مرحب بالجميع، رانا رجعنا لكم كي العاد وكي العويد. ان شاء الله كي تشوفونا شوفوا غير لافير. اروح لي حسام عاد حاجه شابه بروموسيون في كل شيء خاوتي. بون حسام عندنا من الكشمير هذا هاو كان 620 رجعناه 400 خاوتي، حاجه نظيفه تيسي ما شاء الله. هاو ليك تيسي هاروح هنا لكم ديكولار تاع حسام، فيه النوار فيه البلو فيه الروز لي طايبو كل كاينين خاوتي. عندنا شوف تيسي حاجه نظيفه وشابه شابه ما شاء الله. هاو ليك ديكولار خاوتي. عندنا ثاني من الكشمير هذا تاع 480 درنا له 250 250 خاوتي. هاو ليك وعندنا ديكولار خاوتي يا الله غالب ما كفاناش الوقت باش نعطيو لكم لي كولير. وشنو عندنا لي كولير فيهم بكره؟ هاوليك 250 250 250. بون خاوتي بروموسيون قلنا لكم 250 وفيه ريغلاج ثاني ماشي مشكل. بون عندنا ثاني لافيست حاجه شابه بزاف بزاف بزاف. هاني لافيست 550 ردينا 450 400 خاوتي ماشي 450 400 لافيست بكل على بعضها 400 لافيست بكل حسام. هادي بكل عندنا الكلاسيك منها ثاني هذا الكلاسيك بكل هذا 520 هنا قد نديروا له هذا 370 350 خاوتي هذا بكل 350 عندي لافيست منها ثاني حسام هذه 580 رديناها 350 الف هذه بكل 350 حاجه مليحه تيسي جي كوطو من الداخل ومن برا حاجه مليحه حاجه شابه خاوتي. بون نرجعوا لي فيست ثاني من حسام هاي لافيست هذه خاوتي لافيست هذه بكل حاجه نظيفه بريمير شوا خاوتي ها كي تجي تشوف تيسي بعينك بروميير شو هادي كانت دير 980 هادي بكل 980 رديناها 700 خاوتي هادي بكل 700 ونزيدو نساعدو خاوتي ارواح ومرحبا بكم. عندنا بوتيك بي اش ما يخص خاوتي والو هادي تجي دوبل فلاس كيف كيف هادي كانت 1300 درنا لها 700 هادي بكل 700 درنا لها بكل 700. بون شيميز ثاني من الفوق شيميز تاع 350 درنا لها 250 الف خاوتي بكل على بعضها شيميز المضيفه خاوتي هاي ليك شيميز حاجه نظيفه وبري ما شاء الله. بون عندنا ثاني من حسام هذه هاي ليك 520 رديناها 390 فيها لي كولار ولي طايب كل الموديل هذا الكوبي ثاني كان 520 ردينا 400 هذا 580 350 وفيه لي كولار بكل هاو ليك لي كولار وفيه لي كولار بكل هاو ليك ثاني دوزيام موديل تاعو في بوتشامو هذا دوزيام موديل في بوتشامو هذا ثاني حاجة نظيفة الله يبارك. بون لي فاس ثاني منا عندنا هادي بعد طويلة أروح تحوسها منا عندنا الفاس الطويلة هادي بلي كولار تاعها هاي ليك كانت 680 هادي قدا نديرولها هادي 520 500 490 خاوتي نديرولها 490 هاهم ليك لي كولار تاعها أسامة لي كولار فيها بزاف لي كولار باللي كولر وباللي طاي فيها شوف تبدا من 38 هذه حتى ل 52 خاوتي هي لي طاي تاعها بكل راهم كاينين. بون عندنا هذه ثاني حسام الفيست بعد كي العاده تاع 680 قداه 450 بكل على بعضها هذه اللي من فوق حسام 300 بكل 300 جين ثاني ان شاء الله يبارك لك جين هذه تاع 420 تجي اوفر سايز هذه فيها لبسه ما شاء الله هذه درنا لها كانت 420 درنا لها 290 خاوتي هادي درنا لها 290 فيها لي كولار وفيها لي طاي ثاني يا بون عندنا ثاني لي دام قال لكم ما جبتوناش رانا جبنا لكم الخطره هادي هاي لي السروال كلاسيك باللي كولار وباللي طاي هاو ليك السروال كلاسيك هذا خاوتي يبدا من 38 ل 52 حاجه مليحه بير لي دام ما يجيش ضيق وما يجيش عريض حاجه نظيفه برك خاوتي لبسه سامبل. عندنا لي كولار بزاف خاوتي فيه بالك واحد 7 كولار هذا اصبر زيد نعطيكم على الكولار هذا زعما لي كولار لي كولار لي كولار لي كولار تاع هذا ونحطيت لي كولار تاعو هذا ثاني حسام هذا عندنا قبيله هذا ثاني حاجه شابه خاوتي هذا كان يدير 620 درنا له 400 400 هذا بكل درنا له 400 خاوتي تيسي حاجه ثاني هذا الموديل ثاني غير لي دام خاوتي هذا درنا له 200000 هذا كان يدير 350 200000 برك هاولي عندنا لي كولار تاعو هذا درنا له 200000 خاوتي 200000 على الموديل هذا. بون حسام الكونطي هذا ثاني بكل بكل على بعضها بالفيست كوير باللي فيست هادو كامل 200000 هذا نحي 270 هذا بكل 200000 بكل الكونطي هذا بكل درنا له 200000 خاوتي لي طاي ثاني راه عندنا لي طاي بكل فيه لي طاي كامل هادو. بون هذا خلينا من الموديل هذا خلصنا منه وين نروح دركا حسام
هادي شي سي بون عندنا الموديلات هادو ثاني فراهم 200 موراي خاوتي لي دوموندي الساموراي هاي ليك ساموراي 150 كلشي 150 سروال بكل على بعضه 150 وعندنا لي موديل بزاف لا غالب برك الوقت ما كفاناش خاوتي هاوليك البوي فريند باللي كولر حاجه شابه الله يبارك هاوليك بون عندنا موديل هذا ثاني حسام جديد هاوليك هذا كان يدير 350 حاجه مضيفه تاع الترك هاوليك التيشيرت مضيف درنا له 200000 ها لي كولر في لي كولر بكل عندنا لي كولر بك في هاد 10 كولرات هذا بريزونتيش في لي كولر ها لي كولر اصبر شو هاتشو كاين الفير ثاني هذا قوي هاوليك هاوليك البري تاعو خاوتي ها 480 200000 200000 حاجه نظيفه ما شاء الله هاوليك السروال حسام نيكولا اللي هضرنا عليه هاوليك نيكولار تاع العظام هاوليك السروال 150 خاوتي هذا اللي طايت هو على بالهم 38 ثانيه في سيكولا ديكولا وفي كما قلنا في ديكولير بون بالنسبه للناس خاوتي اللي مازالت ما تعرفش المحل المحل متواجد في بازار الحاج الاخضر الحروش ولايه سكيكدا امام مسجد الرحمن خاوتي بالنسبه للسلعه السلعه عندنا كل يومين خاوتي سلعه جديده نخلو بحاجه قليله كل دو جور نجيب لكم حاجه جديده كل دو جور حاجه جديده ومرحبا بالجميع